السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ذكرى يوم الطوفان كمقاومين نفخر بذكرى أجمل الألحان التي عزفتها صواريخ حماس في الصباح كان عيدا للكيان، فحوله رجال المقاومة إلى يوم للهروب والخذلان، وما بعده ليس كما قبله كما أثبت الميدان. فاليوم أصبحنا نفتخر بنصر تحقق في غزة وحيفا والقدس وعسقلان. اليوم أصبحت حدود الحرب يرسمها أبناء فلسطين وشجرة الزيتون، وحتى شجرة الزيتون لم تسلم من عصابات الكيان، فهي وبحسب أخبار الميدان أكثر شجرة تعرضت للتجريف لغرض الاستيطان، لكن نقولها وبالفم المليان: لا استقرار ولا أمن ولا أمان ولا استيطان بوجود رجال الميدان في فلسطين واليمن والعراق وإيران ولبنان، فالدماء والأنفس ترخص لتبقى غزة ويزول الكيان. ولذلك نحن في الوقت الذي نعلن تضامننا مع هذا الشعب في صموده، ندعو أيضا أنفسنا وندعو جميع القوى السياسية والدينية والاجتماعية الموجودة في هذا البلد وفي بلادنا أن تقف موقفا واحدا تجاه هذا العدوان. العدو الصهيوني يريد أن من خلال عدوانه الأخير أن يزعزع ويزلزل إرادة هذه الأمة، لذلك كان هذا الهجوم هجوما على البنى التحتية للمجتمع المدني قبل أن يكون هجوماً على المواقع العسكرية. وعندما يكون هجوم على البنى التحتية يراد من ذلك زعزعة إرادة الشعب وموقف هذا الشعب. ولذلك يأتي هنا ما ذكر من موضوع الجهاد الأكبر. الجهاد الأكبر يتمثل بالإرادة والعزم والصمود في مواجهة هذا العدوان، وسوف يكون النصر حليفكم بإذن الله تعالى. أهلا بكم من جديد. نبدأ بمناقشة هذه التغطية الخاصة في ذكرى 7 أكتوبر طوفان الأقصى مع أستاذ عمار العبودي كاتب وصحفي. أهلا بك أستاذ عمار. اليوم على ذكرى الطوفان أكيد كانت كلمات كثيرة لشخصيات مهمة في العراق، ومن أهمها الشيخ همام حمودي تكلم عن هذا الموضوع ووضح أهمية هذا الطوفان، ووضح أهمية أنه طوفان الأقصى أعاد الحياة إلى قضية الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي. كيف ممكن أن نفصل ذلك بإعادة الحياة إلى القضية الفلسطينية ما بعد طوفان الأقصى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ تحية لكم لجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. حقا لا يخفى على جميع على انه احنا كعرب وكمسلمين بكل فخر واعتزاز نتذكر الذكرى السنويه الاولى لطوفان الاقصى. حقا هذا اللي يعني عبرت عنه الجماهير والزعماء في العراق وفي دول محور المقاومه على انه يوم يعني حقا مفترق كبير في تاريخ المقاومه عندما اعاد القضيه الفلسطينيه الى الساحه بعد أن اضمحلت نوعا ما بسبب المشاكل التي تعاني منها المنطقة بشكل عام وربيع العربي والمشاكل التي تعاني منها دول الشرق الأوسط. حقا تقريبا نوعا ما صار هناك نوع يعني من الالتفاف إلى هذه المشاكل والأزمات بعيد عن القضية الفلسطينية. طوفان الأقصى أعاد تسليط الضوء على هذه القضية المهمة وبداية حياة جديدة. حقا عندما أصبحت البادرة بيد الفلسطينيين يعني حقا لم تكن هذه العملية يعني عادية، بل كانت نوعية من حيث النوع. عندما بدأ
حماس بإطلاق صواريخ والتوغل داخل الأراضي، ويعني خسائر كبيرة كانت بشرية ونوعية، ويعني بكل يعني حتى أصبحت يعني كشفت هشاشة الكيان الصهيوني. نعم. طيب نستقبل أستاذ عمار ويانا أستاذ حسان عليان محلل سياسي من بيروت. أهلا بك أستاذ حسان. بداية نتكلم اليوم عن طوفان الأقصى وكيف عاد الحياة برأيك إلى القضية الفلسطينية منذ 7 أكتوبر الماضي. بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر ضيفي الكريم للمشاهدين والعاملين، الرحمة للشهداء والدعاء للجرحى بالشفاء، النصر للمقاومين في كل محور المقاومة في كل شغف، التحية للشعب العراقي الذي إلى حكومة الشعب كل الفصائل الذين دعموا هذا البلدان، الشعب العراقي أعتقد في خلل في الاتصال بالإنترنت في بيروت. سنعود لك أستاذ حسان مرة أخرى. أكيد أستاذ عمار وضحنا بأهمية هذا الطوفان، طوفان الأقصى، اللي كانت هي مثل ما تفضلت أنه عملية نوعية والأولى من نوعها على الكيان الغاصب، ولم يتوقعها الكيان وخسر خسائر كثيرة. من ذاك اليوم إلى هذا اليوم 366 يوم كانت حافلة بما بين خسائر الكيان وما بين التضحيات الشعب الفلسطيني. أولا كان هنالك تقريبا 41 ألف شهيد من قبل الأطفال والنساء والناس العزل المدنيين الذين قتلوا على يد الصهاينة. كان للصهاينة أهداف منذ البداية، خلينا نوضحها ونشوف أنه أخذوا أهدافهم، حققوا أهدافهم، ما هي أهداف الكيان في البداية بعد عملية طوفان الأقصى؟ أكيد عملية طوفان الأقصى كشفت الوجه الحقيقي للكيان الصهيوني عندما استخدم كل أنواع القوة، ويعني حقا يعني بعيدا عن أي مبادئ وتقاليد عسكرية وإنسانية، عندما بدأ يعني مدعيا أنه لديه أهداف تحقيقها في هذا الموضوع، وحقا بدأ بقصف المجمعات السكنية حتى المستشفيات، كثير من المستشفيات اللي خرجت عن الخدمة، وكان هناك ضحايا كبيرة بين الشهداء والشباب، ويعني حتى يعني المسعفين، وحتى لم تكن هناك يعني بقعة في غزة هي صالحة يعني للعيش وبأمان. حقا هذا يعني لم تكن من يعني مثل، ولو أقاطعك، إنه من تفجيرات هي من الفسفور والمواد اللي هي ممنوعة دولياً اللي استخدموها الكيان على غزة والآن على لبنان. يعني الكيميائيين في لبنان أعلنوا باستخدام الكيان لمواد الفسفور والممنوعة دولياً، إذن هي خانقة وممكن تسبب أمراض، ونصحوا بالابتعاد لكيلومترين على الأقل من الأماكن الغارات. أكيد الكيان الصهيوني مثل ما أسلفت أنه استخدم جميع أنواع الأسلحة والصواريخ، ويعني أثناء القصف وبدأ يعني هذا واضح من خلال التقارير للجهات المختصة، خاصة يعني الأمومية والجهات الطبية أثبتت يعني هذا الموضوع أنه وجود يعني أشياء يعني لا يمكن تستخدمها أي دولة أثناء الحرب. قلت لك إحنا الكيان الصهيوني لم يعني يتعظ ولم يعني يأخذ بأي مبادئ عسكرية حتى في القتال، حتى إحنا معروف عسكريا حتى في القتال هناك شرف، أثبت الكيان الصهيوني أنه لا شرف له حتى في القتال وحتى في حربه مع العزل والأطفال والنساء، عندما قصف يعني تعتبر في كل المعارك والحروب بعض المناطق مثل المستشفيات، المدارس، الملاجئ، هذه بعيدة عن استهداف العدو، لكن الكيان الصهيوني أثبت أنه لا قوانين له ولا خطوط حمراء، إنما يعني حقا يعني دخل بأماكن كلش يعني وتوغل فيها، حقا القصف كان شديد جدا. هو كان هدفه الأول، أول هدف هو القضاء على حركة حماس، هذا ما يدعي أولا، وبدأ بإرسال منشورات وقصف بالبداية، وأخبر الناس بالخروج من غزة، أنه إحنا نريد نقضي على حركة حماس. هل قضوا على حركة حماس؟
حقيقة هو القضاء على حركة حماس وذريعة يعني لم تكن وليدة اليوم، وإنما هي من سنين عديدة يستخدم الكيان الصهيوني لاقتراف جرائم كبيرة في غزة وفلسطين بشكل عام. الآن ورغم مرور عام تقريبا لم يتم القضاء على حماس، وأنا أتوقع أنه حتى في المستقبل البعيد لن يتم القضاء على حماس، لأن حماس يعني حقيقة حركة كبيرة ولا يمكن القضاء عليها بهجمة واحدة، وهذا دعاء يعني حقيقة غير صحيح من قبل كيان الصهيوني، انه ما هو يعني حقيقة استهدف يعني الموارد البشرية بشكل كبير ويحاول مسح قطاع غزة من الخارطة لهذا واحتلالها مستقبلا، وليس كما يدعي بانه للقضاء على حماس. ورغم هذه الخسائر البشرية اللي ذكرتيها جنابك ما يقارب يعني 41,000 شهيد ومعدل 117 شهيد يوميا، الى انه في كل الحسابات فهي غزة هي المنتصرة والفلسطينيين هم المنتصرون وليس الكيان الصهيوني. طيب هذه أول نقطة أو أول هدف. بعدين ادعى بوجود أسلحة تحت البنايات لحماس، وصور فيديوهات إذا تتذكر فيديوهات هي مو صحيحة أبدا، وأنه في بعض يمكن بعض الأسلحة موجودة في مستشفى وغيرها وأخلى المستشفى، وبعدين قاموا بمجزرة مستشفى المعمداني. هذا الادعاء الآخر بأنه هذه أماكن فيها أسلحة، لكن هي لا توجد فيها أسلحة. يعني حقيقة في الفترة الأخيرة يعني للأسف أنه يعني سواء كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو الكيان الصهيوني يجد ذريعة في وجود أسلحة في دولة ما لاحتلالها، وهذا غير صحيح كما حدث في العراق، يعني معروف في عام 2003 غزو العراق وحدث في بلدان أخرى، واليوم أيضا تحدث في غزة. لا توجد أي أسلحة ل يعني حماس سواء كانت في مخازن أو في مستشفيات أو غيرها. أنا أعتقد أنه حماس حتى لو كانت لديها أسلحة سوف تكون بعيدة عن المناطق المأهولة بالسكان، بعيدة عن المناطق اللي بيها يعني كثافة سكانية للحفاظ على أرواحهم. أكيد ما ممكن يعرضون هذه المناطق وهذه القرى وهذه يعني المواطنين إلى أذى أو احتمالية قصف من قبل الكيان الصهيوني. صحيح. فلذلك هذا الأمر أيضا مستبعد جدا للكيان الصهيوني. إذن هذا الهدف رسم الثاني. رسم مجموعة من الأسباب الوهمية. هذه الأسباب حاول إنه يوهم المستوطنين ويقنعهم بهذه الحرب اللي كبدت لهم خسارة أولا للكيان. ثالث هدف هو الأسرة، في أسرة منهم بأعداد يعني بنسبة يعني معينة، لكنهم إلى الآن كان تبادل في البداية للأسرة، وللآن في كثير من الأسرة لدى حركة حماس، وعوائل الأسرة من المستوطنين يحاولون أو دائما يطالبون بأسراهم، لكن هذا الهدف أيضا اتخذته الكيان للسيطرة أكثر على غزة. هل تحقق هذا الهدف برأيك؟ أكيد من المؤكد يعني وجود أسرى في قطاع غزة، أسرى إسرائيليين، وهذا حقيقة لم تنكره يعني حماس أبدا أو الحكومة الفلسطينية. يعني خلي أذكر لك العدد، 270 شخص من الكيان، ما بقى منهم بين 50 و70 بس بقى منهم. أكيد هي بدأت عمليات تبادل الأسرة يعني بين الطرفين إلى أن وصل إلى هذا العدد، ولكن صح. يعني من المؤكد أن استخدام القوة والعنف لن تحل هذه المشكلة، لن نجد الضوء في نهاية النفق. حقيقة يجب أنه يبقى يتعامل بدبلوماسية واستخدام المفاوضات والجلوس على طاولة واحدة، إذا كانت الكيان الصهيوني رغبة في أخذ ما تبقى من الأسرة وحل هذه المشكلة وهذا الملف المهم، أنه استخدام الصواريخ ربما حتى يعرض الأسرة إلى أنه ربما يعني إلى القتل. أو هو لا يبالي بمستوطنين أصلا. أكيد هو لا يبالي، ولكن ما يدعي أنه هدفه هو الأسرة. أنا أعتقد لو كان فعلا هدفه هو إيجاد الأسرة وإنهاء هذا الملف، لا يستخدم القصف العشوائي والصواريخ اللي حقت ربما تصيب الأسرة الإسرائيلية. طيب هذه ثلاثة أهداف وضحناها، أنه القضاء على حركة حماس أو الأسلحة الموجودة أو الأسرة، ما حققها الكيان إلى الآن. إذن هو خسر كثيرا في هذه الحرب، والخسائر أدت إلى الاستجداء اقتصاديا، وأيضا انقلبت عليه الطاولة كل الأعوان اللي كانوا من الغرب أو يلومون الكيان لأنهم راح يجرهم إلى حافة الهاوية، بالتالي مصالحهم أيضا اندثرت. لننسى الهدف من احتلال غزة
انت تفضلت قلت انه هم يريدون يسيطرون على غزة بحكم موقعها ايضا الجغرافي، برايك استاذ عمار بانه هي مطلة على الميناء ايضا وممكن يكون فيها هذا اكبر ميناء يفيد مصالحهم ويفيدهم في ايضا السفن والتنقلات وغيرها؟ اكيد الموقع الجغرافي لغزة يساعد كثيرا على نمو فكرة انه احتلالها يعني قبل الكيان الصهيوني، لانه كانت هناك تسريبات على انه يتم ايجاد ارض بديله لغزه والفلسطينيين داخل قطاع غزه بمنطقه سيناء بمصر، لكن حقيقه جوبي هذا الامر برفض جماهيري وشعبي من قبل مصر، وربما كانت هناك حقيقه ربما كان هناك غزل بين الجانب المصري والجانب الاسرائيلي في هذا الموضوع، ربما كانت هناك مفاوضات تحت الطاوله في هذا الموضوع انه ينقلوهم الى صحراء سيناء. نعم، ولكن هذا حقيقه جوبي برفض يعني شعبي كبير، وحتى يعني بعض الدول العربية أبدت يعني امتعاضها من هذا القرار ويعني الفكرة على الأقل، ولكن يبقى هو هل هذا حل منطقي إنه أشيل الناس من مكانهم؟ يعني واحد هو بيته وطلع من بيته أقول له روح بغير بيت، هو بيته يعني هو شيء ملكي. أكيد هذا شيء حقيقة لا يعقل، لأنه المساحة لغزة وأعداد المواطنين في قطاع غزة يعني لا يسمح بتنفيذ مثل هذه الفكرة أو هذا القرار. هم يعني ليسوا بمواطنين مثلا بأعداد لا تتجاوز مثل 100 فرد أو مساحة فد 50 كيلو أو 100 كيلو حتى يمكن يعني تحويلها إلى منطقة أخرى. منطقة كبيرة وأعداد الدول مساحة الدول. أكيد عاد ويانا الأستاذ حسان عليان محلل السياسي من بيروت، أهلا بك من جديد أستاذ حسان. سألتك في البداية حول طوفان الأقصى وكيف أحيا القضية الفلسطينية من جديد برأيك. مجددا بسم الله الرحمن الرحيم، تحية للضيوف الكرام لحضرتك للمشاهدين للعاملين معكم، تحية للشهداء الدعاء للجرحى بالشفاء، تحية لكل أبطال المقاومة المحور بجميعه، الشكر الجزيل إلى السيد السيستاني المرجع الأعلى، إلى كل الشعب العراقي على أخفاق التضامنية، وهذا دائما الشعب العراقي أن يكون لا يستطيع لا يريده أساسا أن نشره، لكنه من باب الوفاء يجب أن نقول ذلك، لأن العراق دائما إلى جانب لبنان، نحن كما يقال يعني شعب واحد في دولته. معركة طوفان الأقصى وهذا اليوم التاريخي 7 أكتوبر هو نقطة تحول استراتيجي على مستوى الصراع مع العدو الإسرائيلي، والذي قلب المعادلات والذي أسس لمرحلة جديدة اسمها القضية الفلسطينية، القضية التي كان يراد لها أن تمحى من الذاكرة، أن تطمس بعملية التطبيع والسلام الإبراهيمي وما إلى ذلك، ولكن أدت معركة طوفان الأقصى هذه العملية الإعجازية الإلهية لتغير المعادلات وتطلب الطاولة على كل ما كان يريد من خلال التطبيع والقول أن إسرائيل دولة قوية قادرة وأن لا نستطيع مواجهتها. أتت هذه الثلة المبتكة من المشاهدين الحماس والجهات وحركات المقاومة لتغير هذا المفهوم ولتبني وعيا جديدا أن إرادة الشعوب إذا أرادت تستطيع، لأن الله سبحانه وتعالى ناصر هؤلاء، كما قال السيد الخامنائي قبل أيام في تأبين الشهيد السعيد السيد قصر رسول الله أن معركة طوفان الأقصى عاد إسرائيل 70 سنة إلى الوراء، وبالتالي نحن أمام تحول جديد كبير جدا. العدو الإسرائيلي يتحدث اليوم صحيفة هارتس تقول أن الفشل في 7 أكتوبر سوف يبقى ملازم للكيان الإسرائيلي على مدى حياته، لذلك نحن أمام تحول كبير جدا والميدان يتحدث عن ذلك. بعد 12 شهر لم يستطع العدو الإسرائيلي بكل إمكاناته ودعمه المطلق من الأمريكي والغربي والمجتمع الدولي والمنظمات الأممية ومجلس الأمن وأيضا الأمم المتحدة، كل ذلك لم يستطع أن يثني حركات المقاومة أن تسجل انتصارات متتالية، وكل ذلك لم يستطع العدو الإسرائيلي أن يرفع علم فلسطين إسرائيل هذا الكيان اللقيط على معبر رفح، وهذا أيضا تهديد للأمن القومي المصري، ومصر معنية في هذا في تفسير هذا الموقف، وكيف يمكن أن تسكت دولة كمصر على أمنها القومي. فيما يتعلق في عمل المقاومة، حتى اليوم هناك هدايا أرسلت من داخل غزة من جباليا باتجاه الكيان الإسرائيلي إلى تل أبيب إلى غلاف غزة، صواريخ بعيدة المدى، معنى ذلك أن العدو فاشل على كل المستويات. ليبرمان يقول أن هذه الحكومة ونتنياهو لا يريد أن يعترف بالفشل والإخفاقات، ولكن عندما فشل في تحقيق إنجاز ذهب إلى القتل، وهذا ديدا العدو الإسرائيلي، وإلى التدمير، إلى ضرب كل البنية التحتية، المستشفيات، المدارس، مراكز العبادة، المراكز الطبية، الإعلام، الأونروا، كل شيء له علاقة في المسائل الإنسانية كان يضربه العدو، وهذا يمارس هذا الأمر في لبنان ضمن منه من خلال القتل المتمادي والمتعمد، أن يثني حركات المقاومة أن تبقى في الميدان، خسر أن يحصل على
على ذرة تراب من جنوب لبنان، لبنان بامتداده الأفقي ومداه الحيوي حتى يصل إلى إيران، من لبنان إلى سوريا والعراق، العراق الذي صنعت التحول الكبير في دعم والإسناد لغزة، وهذا لم يكن يخطر في بال أحد. وهيئة التنسيق عندما تقول أن القواعد الأمريكية سوف تكون في موقع الاستهداف، السيد السوداني أقرر يعني أقدر تماما أن الموقف الصعب الذي تعيشه العراق فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي وأيضا الضغوط الأمريكية التي تمارس، ولكن الشعب العراقي له كلمته. هذا الشعب وهذا الحشد الذي سطر انتصارات في عام 2017 على داعش هي صنيعة أمريكية إسرائيلية، كما هو إسرائيل والكيان اللقيط في منطقتنا، أساسه أمريكي بريطاني فرنسي من أجل السيطرة على منطقتنا. لذلك أقول أختي العزيزة وللضيف الكريم ولكل المشاهدين أن 7 أكتوبر هو انعطافة كبيرة جدا في رحلة الصراع مع العدو، والذي بنى أساسا جديدا لتحرير فلسطين ولتحرير الأمة من دنس الصهاينة ومن الغطرسة الأمريكية والغربية في منطقتنا. نحن أمام رسم مسار جديد وايضا رسم مسار سياسي جديد وتحول ورسم خارطه سياسيه في العالم. استاذ حسان عليان، نعم وصلت الفكره. مشاهدينا ناخذ فاصل ومن بعدها راجعين. ولذلك نحن في الوقت الذي نعلن تضامننا مع هذا الشعب في صموده، ندعو ايضا انفسنا وندعو جميع القوى السياسية والدينية والاجتماعية الموجودة في هذا البلد وفي بلادنا أن تقف موقفا واحدا تجاه هذا العدوان. العدو الصهيوني يريد أن من خلال عدوانه الأخير أن يزعزع ويزلزل إرادة هذه الأمة. كان هذا الهجوم هجوما على البنى التحتية للمجتمع المدني قبل أن يكون هجوما على المواقع العسكرية، وعندما يكون هجوم على البنى التحتية يراد من ذلك زعزعة إرادة الشعب وموقف هذا الشعب. ولذلك يأتي هنا ما ذكر من موضوع الجهاد الأكبر. الجهاد الأكبر يتمثل بالإرادة والعزم والصمود في مواجهة هذا العدوان، وسوف يكون النصر حليفكم بإذن الله تعالى. عدنا لكم من جديد. أستاذ عمار، ما بعد 7 أكتوبر يمكن كانت تظن حماس أنه سيناريو حرب العرب راح يتكرر أو أنه البعض أو يتخلون عنها، لكن انتفضت لبنان وانتفض العراق وصرخت اليمن وكانت مؤازرة أيضا سوريا لمساعدة أخواننا في فلسطين، والحرب انتقلت إلى لبنان. المقاومة قبل 7 أكتوبر والمقاومة خلال هذا العام كيف تراها؟ لا يختلف الجميع على أن هناك موقف عربي خجول جدا تجاه القضايا المهمة والحروب التي تحدث في المنطقة وطرفها الكيان الصهيوني حقا، مثل ما حدث في طوفان الأقصى وما يحدث الآن في لبنان. وأنا أعتقد أنه ديمومة مواجهة هذه الحروب سواء كانت في غزة أو في لبنان، الدور الكبير هو لمحور المقاومة يعني حقا، ولرجال المقاومة في إيران ولبنان واليمن حقا كان لهم دور كبير في مواجهة العدو. المقاومة حقا أصبحت لها بصمة كبيرة في القضايا المهمة والمصيرية. ربما كان البعض يقزم أهمية المقاومة يعني محور المقاومة في المنطقة، لكن الآن بعد أحداث غزة وأحداث لبنان تغير الحال واختلطت الأوراق واتضح يعني ورفعت الضبابية عن الصورة المشرقة لمحور المقاومة في المنطقة، حيث كان حقا لها دور كبير ومهم جدا. ويعني هذا ما أزعج يعني الكيان الصهيوني حقا، رغم ما يمتلك من معدات وآلات و يعني عسكرية متطورة جدا وبدعم دولي خاصة في حربه في غزة، إلى أنه حقا لم يستطيع تحقيق انتصارات كبيرة، بل تكبد خسائر حقا كبيرة، خسائر بشرية و
يعني في قطاعات الجيش والأجهزة الأمنية للكيان الصهيوني، وهذا حقيقة مؤشر كبير على ارتفاع وعلو كعب المحور المقاومة في المنطقة. صحيح. يعني أستاذ حسان، المقاومة ما قبل 366 يوم وما بعد شيء آخر، المقاومة أصبحت أقوى، المقاومة أصبحت أكثر تمسكا في بعضها، أصبحت عندما يعني يخرج السيد الحوثي بخطاب يذكر كل الدول المؤازرة، يذكر إيران ويذكر لبنان ويذكر العراق ويذكر سوريا، وايضا عندما يخرج اليوم امس كان المتحدث باسم يعني احدى الحركات في فلسطين ايضا ذكر هذه المقاومه واثنى على وجودها. اذا اليوم احنا اصبحنا يد واحده، وهذه اليد صارت تقبل من بعض الناس لحتى لا ينجرف البلاد الى حرب مثلما ادعى نتنياهو بالشرق الاوسط الجديد. رايك بالمقاومه استاذ حسان؟ شكرا لك. طبيعي العدو الإسرائيلي يدرك أن ما قبل 7 أكتوبر ليس ما بعده، لذلك نحن أمام تاريخ جديد ومسار جديد كتب بالدماء الزكية في غزة وفي المنطقة. نحن انتقلنا منذ ما بعد 2021 من معركة سيف القدس، وانتقلنا أيضا إلى مراحل متتالية، وهناك مواجهات عدة حصلت، واستطاعت المقاومة أن تكرس قاعدة جديدة أن القوة العدو تستطيع أن تخلق إنجازات وأن تحقق انتصارات. وكان السيد الشهيد دائما يقول أن المقاومة في هذه الحرب تحديدا تنتصر بالنقاط، ولكنها رسمت مسار الانتصارات وانتظار المعركة الكبرى، كما كان دائما يذكر، وأن المعركة بالضربة القاضية قادمة بإذن الله تعالى. وكان دائما يقول نحن لا نيأس، لا نجبن، لأنه اليأس هو ثقافة الجبناء. والسيد القائد الخامنائي قبل أيام في تأبين السيد نصر الله قال بشكل واضح نحن لا نيأس لا نكتئب، نحن يسقط لنا شهداء يسقط لنا قادة، ولكن المسيرة تستكمل بروح هؤلاء، لأن المقاومات لأن أصبحت مدرسة، ليست هي مجموعات متفرقة، هناك ثقافة اسمها ثقافة مقاومة ومقارعة هذا الطغيان في العالم، إن كان الشر الأكبر الأمريكي أو الغربي الذي سقطت أقنعته وبان على حقيقته أنهم دول قاتلة ومجرمة لأن ربت هذا الكيان على القتل وعلى الإجرام. إذا كان العدو الإسرائيلي يتفوق في بالجو وفي القدرات العسكرية والتكنولوجية، ولكن حركات المقاومة تمتاز بإرادة وعزيمة وثبات وإيمان، وأيضا هناك بعد نظر وهناك رؤية وهناك بصيرة. حركات المقاومة ليست حركات عابرة، هي حركات تأسست من أجل الاستنهاض وتغيير المفاهيم التي كانت تحاكي الجماهير العربية بأن هذه الجماهير لا تستطيع أن تقاوم هذا العدو المدعوم أمريكيا وغربيا بكل ما يحتاج. صحيح، وهذا اعترف فيه السيد نصر الله في آخر خطاب له، صحيح أن إسرائيل تملك التفوق الجوي والتكنولوجي والذكاء الصناعي والدعم الغربي والأمريكي والصمت العربي المخزي الذي هو فعليا بتواطؤه وبسكوته وشريك شئنا ما بين، عندما لا يكون هناك صوت عربي أو جامعة عربية تتداعى، وكان دعا السيد السوداني حفظه الله من المنبر للأمم المتحدة إلى الإسراع في عقد قمة عربية لمناقشة التطورات الجديدة، ولكن ليس هناك من يسمع، لأن هذه الدول لا تريد لحركات المقاومة أن تنتصر، ولكن هؤلاء سوف يأتي الدور عليهم، كما قال السيد الخامنائي إذا سكتتم عما يجري في غزة وفي لبنان سوف يكون الدور على هذه الدول الحليفة كما يقال بين قوسين، وهي ليست حليفة، هي عبدة، يعني تشتغل كما يقال عبيد عند السيد الأمريكي. حركات المقاومة في محور المقاومة انتقل من مسألة التشاور والتنسيق إلى 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 غرفة عمليات مشتركة، إلى الالتحام من وحدة الساحات إلى وحدة العمليات المشتركة. الآن نحن أمام جبهة واحدة اسمها جبهة حركات المقاومة، محور المقاومة من لبنان إلى سوريا والعراق واليمن، وفي القلب وعلى الرأس المظلة الأساس الداعمة لحركات المقاومة، أعني في ذلك إيران. السيد القائد في خطابه كان يبطن كثير من الكلام الذي يقول بأن من حقنا أداء الواجب تجاه أمتنا، لذلك قال أن العدو لن ينتصر، لن ينتصر، وأن حماس وحزب الله وحركات المقاومة ستنتصر وإيران ستبقى في الميدان. لذلك نحن أمام تحول كبير في الكريمة، وأيضا للضيف الكريم والمشاهدين، حركات المقاومة الآن عمليا في لبنان التي كانت تراكم كل قدرات القوة وأيضا تتعاظم النوعيات الأسلحة لديها منذ 18 سنة من بعد حرب تموز. هذا العدو يعلم تماما
عندما يقاتل في جنوب لبنان يقاتل وفي اللاوعي عند الجند الذي يتقدم باتجاه الجنوب أنه سوف يهزم، وهذا ما يحدث الآن بعد 7 أيام من محاولة اقتحام ولو متر واحد باتجاه الأراضي اللبنانية المباركة. نعم، محاولات فاشلة أكيد. إحنا بمرأة ومسمع أستاذ حسان بأنه الكيان لم يستطع حتى أنه يخطو شبر واحد، وبعض الأماكن الحدودية والقرى هي ملاصقة للخط الأزرق، يعني بنايات ملاصقة، من ادعى أنه توغل أنه هو العكس ورجع إلى الوراء. وأكيد إحنا نشاهد البطولات في الحدود اللبنانية وانتصارات. أستاذ عمار، أكيد كان تعليق من الإعلام العدو الصهيوني، هذه العصابة الإرهابية صرحت في صحيفتها، الفشل الرهيب في 7 أكتوبر يستمر في مرافق الكيان. هارتس اللي هي الصحيفة تكلمت في 7 أكتوبر انهارت منظومة الجيش الإسرائيلي في غضون دقائق، وأيضا لقد تسبب السنوار في أكبر ضرر للإسرائيليين. يعني بعد استشهاد إسماعيل هنية كان أيضا للسنوار دور في استمرار المقاومة وأصبحت أقوى وأشد. إحنا عندما يستشهد قائد فالقائد البديل وكل شخص موجود في المقاومة هو يعتبر نفسه قائد. رأيك أستاذ عمار؟ أكيد، هو كل جنود يعني حركة يعني المقاومة هم حقا قادة، وكل شهداء هم قادة. لذلك يعني احنا عندما تم اختيار هنية حقيقةً، عندما تم اختيار السنوار كان مكمل لما بدأه الهنية وما بدأته حركة حماس، لذلك لم نجد هناك تغيير أو فارق كبير في العمليات العسكرية أو الخطط أو الرؤى والآراء لحركة حماس. حقيقةً وسائل الإعلام للكيان الصهيوني أو غير مهما حاولت يعني تشتيت الضوء على الخسارة التي تكبدها الجيش الإسرائيلي، لكن هناك حقا إحصائيات وأرقام تشير إلى خسائر كبيرة في المعدات وفي الجنود، وحقيقة رعب أصبح بين الجيش الإسرائيلي، وهناك يعني تسريبات عن إنه الجيش الإسرائيلي بدأ أن يتحاشى المواجهة، يعني حقا لما لحقه من خسائر كبيرة، لأنه الجيش اللبناني بدأ بعمليات حقا نوعية، وكذلك حماس أيضا بدأت بعمليات نوعية، بدأت يعني بأشياء لم تكن موجودة على الساحة، لذلك فوجئ الجيش الإسرائيلي بهذه الإمكانيات وبهذه الخطط وبهذه الرؤى. وأكيد يعني الداعم والممول الأكبر هم يعني فصائل يعني المقاومة اللي موجودة، والدعم اللامحدود من قبل الجانب الإيراني وكذلك الدول محور المقاومة. صحيح. طيب، حركة حماس أيضا صرحت على ذكرى 7 أكتوبر، نقول للمجتمع الدولي كفى صمتا، لأن صمتكم يعني استمرار العدوان على شعبنا الفلسطيني وعلى الشعب اللبناني، ليعلم العالم أن إسرائيل مركز الشر والخراب في المنطقة ومركز عدم الاستقرار. أكيد، يعني الطوفان الأقصى كشف يعني عقد القناع الحقيقي للكثير من قادة الدول العربية، وبين مدى أهمية وجود يعني الدول اللي ساندة للقضية الفلسطينية، ولذلك نجد ما دائما ما نجد انه الحماس وحتى الجماهير دائما ما تشيد ببعض الدول ودعمها اللامحدود للقضية الفلسطينية، كما ذكر ضيفنا انه حتى انه السيد السوداني في الاجتماع المتحدة تبنى موضوع انه عقد قمة يعني خاصة لمناقشة هذا الموضوع، لكن لم يجد أذان صاغي لهذا الموضوع. ما زالت الدول العربية تتفرج على غزة وتتفرج أيضا اليوم على بيروت وهي تذبح بيد الكيان الصهيوني. حقيقة هذا موقف حقيقة أقل ما يقول عنه أنه موقف مخجل، يعني مخجل جدا، مخجل تجاه أنه هذه الدول العربية لو يعني أحصينا هي مو قصة صمتهم، مو قصة الصمت، قصة التطبيع، أنه هم صاروا من الواضح هذا التطبيع. وحقيقة ليس مثل ما تفضلت الصمت فقط، إنما يعني تعاون وتطبيع علني أصبح بين هذه الدول والكيان الصهيوني. حقيقة نتفاجأ بين الحين والآخر بوجود يعني مقاطع فيديو على مواقع التواصل بالتعاون، وهناك حتى أصبحت حالات يعني زواج بين يعني المواطنين من كيان صهيوني وبعض النساء في هذه الدول العربية، وأصبحت حفلات علنية حقيقة وتعاون علني صاروا نسابة يعني؟ أكيد وبناء ووجود سفارات إسرائيلية في هذه الدول وغيرها من التعاون الاقتصادي والسياسي وغيرها. حقيقة هذا يضرب
محور المقاومة ويضرب المقاومة الفلسطينية يعني حقيقة بقوة، ولكن لن يقلل من عزيمته. أكيد أنه إحنا نتفاجأ ونستغرب من وجود أخوتنا يعني العرب مع الكيان الغاصب ضد فلسطين. صحيح أستاذ عمر، وأكيد معنا أستاذ حسان، لكن خلي ناخذ فاصل بعد تراجعين. باسم الشهداء، باسم عوائل الشهداء، باسم الجوحى في المستشفيات، باسم الذين فقدوا عيونهم وأكفهم، باسم كل الناس الصابرين والصامدين والثابتين والأوفياء، باسم كل الذين تحملوا مسؤولية القيام بهذا الواجب الأخلاقي والإنساني والديني في نصرة غزة التي تتعرض للإبادة الجماعية والقتل الجماعي والجوع والعطش والمرض والحصار. نقول لنتنياهو وجالنت، نقول لحكومة العدو، لجيش العدو، لمجتمع العدو، جبهة لبنان لن تتوقف قبل وقف العدوان على غزة. عدنا لكم من جديد. تكلمنا أستاذ عمار قبل الفاصل حول الصمت العربي الذي يستنكره العالم وبالتحديد حركة حماس. أستاذ حسان، هذا الصمت أكيد هو من قبل حكومات، لكن هذه الشعوب هل هي واعية بالقضية الفلسطينية وقضية لبنان الحالية؟ هل هي مؤازرة لكم؟ هل ممكن هذه الشعوب التي حكوماتها مطبعة أن تثار ضد هذه الحكومات وتقضي عليها؟ لما لا؟ للأسف أنا بدي أقول له الأستاذ عمار أنه لا تتأسف، لأنه هذا الواقع صار مؤلم وأخذ مساره، وبالتالي هذه الدول ارتضت لنفسها أن تكون عميلة للأمريكي والإسرائيلي وأن تتفرج على المشهد من باب أن إسرائيل يجب أن تنتصر على حركات المقاومة، وأن مشروعها في المنطقة مشروع تطبيع وجعل إسرائيل دولة طبيعية في منطقة الشرق الأوسط، وقد تكون ربما لها مقعد في الجامعة العبرية لاسمها الجامعة العربية، لما دولة مثل الإمارات تستقطب آلاف من الصهاينة وتعطيهم جوازات سفر ليكونوا شركاء في رسم المسار السياسي، لما عشرات رجال الأعمال من المستثمرين في الكيان الإسرائيلي يهربون رساميلهم إلى الإمارات وتفتح لهم أبواب التجارة، لما الإمارات كما يقول نتنياهو تفتح مطاراتها من أجل إذا ما لزم الأمر أن تعتدي على اليمن أو على إيران، لما الإمارات بتمد الكيان الإسرائيلي بالموارد الغذائية عبر الأردن والسعودية وصولا للكيان الإسرائيلي في وقت أن غزة تموت جوعا وتتطور جوعا، وهناك حالة تجويع وحرمان على كل المستويات، يقتل الشعب الفلسطيني بشكل بدم بارد وهؤلاء يشاهدون، كيف يمكن أن يواجهوا مصيرهم أمام الله كما يقول السيد عبد الملك، كما يقول القادة الفصائل في العراق، كما كان دائما يقول السيد نصر الله، كيف يمكن كإنسان أن أتفرج على الدماء في فلسطين تهدر ولا أحرك ساكنا؟ لذلك هذا الكلام الذي ذكرته قبل قليل، هذا المقطع يقول مهما فعل العدو الإسرائيلي لن يتراجع. هذه الأمة هذا النظام الرسمي العربي كان يقول أننا لا نستطيع أن نقاوم إسرائيل لأن دولة قوية مقتدرة، وبالتالي هذه البروباغندا التي مارسها في جي الوعي العربي والشعوب العربية هي التي جعلت هذه الشعوب خانعة، الشعوب التي تسكت حتى الآن ولم تحرك حتى تظاهرة في الشعب العربي هي بشكل أو بآخر غير مبرر هذا الموقف. انظروا إلى اليمن، انظروا إلى العراق، إلى الأردن، المغرب العربي، المجتمعات الغربية تتحرك اليوم تمدينا بالمجازر في لبنان وفي غزة، أيضا في أمريكا رأس الشيطان الأكبر، حتى في جامعاتها هناك أصوات ترتفع. إلى متى هذا الصمت؟ صمت القبور في لدى الأنظمة ولدى الشعوب في المنطقة ليس مبررا حتى هذه اللحظة، بعد هذا الإجرام المتمادي من الكيان الإسرائيلي، من نتنياهو المجرم، من كل هذا الكيان يمين أو يسار، متطرف أو غير متطرف، هم كلهم على حد سواء لا يريدون لشعوب المنطقة أن تستقر، يريدون لكل الأغيار كما يقال في فكر التلمودي والتوراتي يجب أن يقتل، ولذلك يجب أن تعي هذه الأنظمة قبل فؤاد الأمان أن طوفان الأقصى قدم لهم طوق النجاة ليعودوا إلى رشدهم
ولينظروا مرة أخرى لمستقبل الأمة العربية بعيدا عن التطبيع والانبطاح أمام الأمريكي، لأن التطبيع سوف يجلب لهم المذلة، لأنه الإسرائيلي لا يمكن أن يقدم على مسألة التطبيع إلا إذا كان له مصلحة في ذلك. أصبحت الإمارات بوابة تجارة للكيان الإسرائيلي عندما يوضع الليفل أو شيء من هذا القبيل أنه منتج إماراتي لتسويقه، بينما الاتحاد الأوروبي عنده قرار أي منتج من الضفة الغربية أو من غزة أو من الجولان لا يسمح ببيعه في الاتحاد الأوروبي. طبعا هذا الكلام بفارق، لأن الاتحاد الأوروبي يغطي الكيان الإسرائيلي. ذكرت في البداية أن طوفان الأقصى أسقط الأقنعة عن هذه الأنظمة، أسقط الأقنعة عن الأنظمة الغربية الغربية التي تتحدث بالديمقراطية وحقوق الإنسان، أسقط الأنظمة عن المجتمع الدولي الذي الآن يغطي الكيان الإسرائيلي في لبنان. هذه الحرب ليست حرب إسرائيلية، هذه حرب أمريكية غربية على مجتمعاتنا وعلى دولنا، ولكن الأداة التنفيذية إسرائيل. ولكن صحيح وصلت الفكرة أستاذ حسان. يعني إذا كانت هي الدولة كحكومة مطبعة، يعني شعبها على الأقل قول كلمة حق حتى لو أنت تأذيت، لكن لا تسكت على كلمة الحق ولا تستوحشوا طريق الحق لقلة سالكيه كما يقول الإمام عليه السلام الله عليه. أستاذ عمار، يعني إحنا اليوم بصدد كلمات التي يعني يوم أمس رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل قال إن طوفان الأقصى عاد الاحتلال لنقطة الصفر وهدد وجوده، يعني عاد 70 سنة لورا، لأن هو من 48 هم كانوا الإنشاء وبعد ذلك طوروا نفسهم، لكن مدى الخسائر الآن الكيان إن شاء الله سيزول برأيك؟ أكيد إن شاء الله، يعني هذا هو يعني شيء يعني موجود إن شاء الله على أرض الواقع، ربما يحتاج بعض الوقت. كنا إحنا مثل ما ذكر ضيفنا الكريم من لبنان أنه كنا نتمنى أنه هذه الدول العربية أن تتحد كما اتحدت فيما سمي بالتحالف العربي وبدأت بشن حربها ضد اليمن الشقيق، كان بدنا أن تتحد هذا اليوم والوقوف ضد الكيان الصهيوني في مواجهة يعني الوقوف مع الغزة والوقوف مع بيروت لمواجهة كيان الصهيوني. حقا الكثير من المواقف حقا الغير رسمية كانت هناك مواقف كبيرة وحتى عربية، يعني خاصة في دول العراق واليمن وغيرها، كانت هناك مظاهرات كبيرة وكلمات مستمرة لقادة هذه الدول وزعمائها وقادة الأحزاب السياسية الموجودة، وحتى في بعض الدول العالم وحتى في أمريكا نفسها كانت هناك مظاهرات احتجاجية على ما سمي بالوحشية الإسرائيلية ضد غزة ولبنان. حقا نحتاج إلى موقف أكثر، ربما يعني نتحد بالرؤى والآراء لمواجهة هذا الكيان الذي إحنا على يقين بأننا سوف ننتصر إن شاء الله كما وعدنا السيد حسن نصر الله عندما قال كلمته الشهيرة سننتصر حتما إن شاء الله. قطعا سننتصر إن شاء الله، وربما يعني قادم الأيام سوف يكشف لنا يعني هذا خيوط هذا الحلم إن شاء الله. هم الشهداء القادة في لبنان مهدوا لهذا الانتصار وتكلموا بكلمات. أنا جذبتني كلمة حابة أعرف أستاذ حسان، هو لبناني من بيروت فأكيد هو أعلم بهذه الكلمة. قبل شهادة الحاج عماد مغنية سألوه ماذا لو استهدفوا سماحة السيد، يقصدون سيد حسن نصر الله، فأجابهم بيكونوا قتلوا العاقل فينا. شو قصد هنا الحاج عماد مغنية برد؟ شكرا كثير على هذه الإشارة. صحيح ضد العدو الإسرائيلي وأكد اليوم تحديدا أن بالاغتيالات وبالتفجيرات السلكي واللاسلكي أيضا بإنشار، وأيضا الاغتيالات القادة التي حصلت قبل العدوان البربري والوحشي الذي يمارسه العدو كهواية عملية، العدو الإسرائيلي تربى على القتل ولا يعرف غير لغة القتل، ظن منه بأن بهذه الاستهدافات تستطيع أن تقطع حركات التطور خصوصا لبنان، وحزب الله فعليا فقط أنه ركن الإسرائيلي مباشرة على الولايات المتحدة. للأسف في خلل في الصوت أستاذ حسان، يعني كلام السيد أو الحاج مغنية كان واضح جدا، بيكونوا قتلوا العاقل فينا. سمحت السيد حسن نصر الله كان متأني، كان يعني هو شكله المطمئن بابتسامة ثغرة براءة راح نشتاق لها أكيد، وما زلنا احنا ما مستوعبين استشهاده للاسف. يعني سماحة السيد كان كلش يعني عقلاني بكلام الحاج مغنية، وممكن انه عندنا ثائرين من بعده انه عليه وعلى اعدائه بعد.
أكيد هو يعني سماحة السيد حسن نصر الله كان يستخدم أسلوب عدم يعني الاستعجال بالرد على أي يعني حركة أو هجوم كان الكيان الصهيوني. ربما هو لديه بعد نظر في هذا الموضوع، ربما لديه أهداف وخطط معينة، وما أشار له الحاج مغنية عندما قال أنه سوف يعني يقتلون العاقل فينا، أنه من يخلف حسن نصر الله لن يعني حقيقة سيفتح النار يعني بدون رحمة على الكيان الصهيوني، وما سوف يندم الكيان الصهيوني على هذا الخطوة. هو ندم. أكيد هو ندم، ما زال ندمان، وأكيد رجع وين أستاذ حسان. أتمنى يكون الصوت هالمرة واضح أستاذ حسان حتى أسمع منك الإجابة. تفضل. سيندم العدو الإسرائيلي على ارتكابه بمجزرة كبيرة وبهذا المصاب العظيم بقتل السيد نصر الله. سيندم كثيرا. السيد نصر الله كما ذكر أنه فعلا سوف يكون العاقل في هذه المنطقة. السيد نصر الله كان يدرك تماما أنه بالمفاصل الصعبة كان يقدم طروحات مرنة بمسألة تقريب وجهات النظر وكيفية مقاربة الصراع مع الإسرائيلي، لأنه يدرك أن هذه الأمة تعي صدقية هذا القائل عندما يتحدث، تعي بالضبط موقفه من مسألة الصراع مع الأمة الإسرائيلي، تعني موقفه في ما جرى على اليمن وهذه النصرة لليمن، لأن اليمن كانت مطلوبة كما ذكر الضيف أنه تشكلت دول تحالف من أجل ضرب اليمن على ماذا؟ وبالتالي هم غائبون عن مسألة الحق الحقيقي للشعب المظلوم في فلسطين. الآن هم عندما ارتكبوا هذه الحماقة باختيار السيد نصر الله، هم لا يعرفون من ترك من أولا من قتل ومن ترك السيد وراءه. السيد أسس حالة اجتماعية متكاملة، هناك هيكلية هرمية متكاملة. حزب الله ليست فرد وليست مجموعة، حزب الله مدرسة، روح حزب الله وثقافة ووعي ومولود ديني منطلق من كربلاء عليه السلام، وأيضا يلتقي مع الضربة الحيدرية إمام علي عليه السلام في خيبر عندما انطلقت العمليات قبل أيام، أسموها في إطار العمليات عملية خيبر تحت عنوان لبيك يا نصر الله. الذي يقاتل الآن في الميدان هو كل واحد كما ذكرتم في المقدمة بداية، هو السيد نصر الله، هو كل حزب الله، هو كل المحور. الآن المسألة اختلفت تماما، الجندي المجاهد بحركات المقاومة كل المحور وفي لبنان تحديدا سوف يرسم مسارا جديدا للأمة للأحرار في العالم، سوف يقدم نموذجا يقتدى بأن الأمور إن الإرادة توفرت وأن الثبات والإيمان والتوكل على الله هو الذي يصنع المعجزات. لذلك القادة الذي لا يعلمه العدو والذي قتل منهم الصف الأول، ولكنه يجب أن يدرك أن حزب الله أمة قلادة للقادة للكوادر للمجاهدين. عندما تحدث سيد نصر الله نحن نستقبلكم في جنوب لبنان، ولكن عليكم أن تدركوا أنكم سوف تنتقلون بالتوابيت كما قال على الهواء مباشرة، سوف تضرب دباباتكم، سوف تقضى على كل مقدراتكم. لذلك العدو الآن يخشى أن ينطلق باتجاه الجنوب بحرب بعمليات شاملة، لأنه ما ينتظره الموت المحتوم بإذن الله تعالى، لأن الجغرافيا تختلف عن غزة، لأن طبيعة الأرض تختلف، لأن الجبال تقاتل إلى جانبه. الجنود الذين فروا في الميدان قبل أيام يقولون نحن لم نقاتل رجال، نحن كنا نسمع الشجر يقول لبيك يا حسين لبيك يا نصر الله، كانوا يقولون نقاتل أشباح. بالأمس كان هناك تقرير للإعلام الإسرائيلي يقول هناك مجموعة من المجاهدين تسللت إلى مستوطنة في داخل فلسطين المحتلة، وإذ بالخبر يأتي معاكس مجموعة أجلهم الله من الخنازير جعلت الجيش الإسرائيلي يربك في داخل فلسطين المحتلة وفي الشمال. هذا العدو جبان لا يقاتل إلا من وراء جدر، وبالتالي لا خوف على المقاومة وحركات المقاومة، ومن سيأتي ويتولى زمام الأمر والمبادرة والقرار في حزب الله سوف يكون له أيضا تحدي إضافي، سوف يحمل كل إرث الانتصارات الذي حمله حزب الله والسيد نصر الله منذ 98 حتى 2024، وسيراكم على هذه الانتصارات، انتصارات بإذن الله شهارة ونصر من الله، وهذا هو المستقبل القريب إن شاء الله. إن شاء الله النصر حليفكم وحليفنا، وسنهدي هذا النصر إلى روح سيد حسن. أستاذ حسان عليان من بيروت شكرا جزيلا لك، وشكر لك أستاذ عمر لطيف العبودي. أكيد التغطية انتهت، وانتظروني على رأس الساعة. إلى اللقاء. We'll be right back.